امبريدج اي Chapter 11 File Management ال النوتس بارت 2 اللي هي براكتيكال بيجي منها اسئله في الثيري. ما, ما هو انت دلوقتي لما تشتغل براكتيكال بتشتغل فايل دوت 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 ار تي اف دي اول حاجه بتجي لك في البراكتيكال فايل الار تي اف بتعمل له سيف از وورد طب ما يديلك لك فايل وورد لا الار تي اف ده اسمه جينيريك فايل فورمات. يعني ستاندرد يشتغل على اي بلاتفورم يعني ايه اي بلاتفورم يشتغل على ويندوز شغال يشتغل على ماك شغال يشتغل على اوفيس 2013 اوفيس 2021 فدلوقتي بقى عايزين ندرس الجينيريك فايل فورم تمام طيب ما هو انت عندك دوت 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 ار تي اف ده ودوت سي اس في كمان اللي هو بتعمل عليه دبل كليك تفتحه في الاكسل بس انا بقول لك خلي بالك لازم تعمل له سيف از اكسل ورك بوك لان دوت سي اس في ده تكست فايل ما بيتسيفش جواه فورماتنج ما بيتسيفش جواه فانكشنز ولا فورمولاز ولا حتى هيدر وفوتر تمام وبعد كده بقى ايه ممكن يجي في امتحان ثيري يسالك ما بين الجي اي ال اف ده صوره او الجي بيج دي صوره او البي ان جي تمام طيب انا جمعت لك بقى الحاجات دي حطيتها لك في تشابتر 11 اللي هو فايل مانجمنت تعال نشوف انواع الفايلات وفي حاجه بقى اسمها كومبريشن والحاجات دهيت وبس تعمل فولدر والحاجات دي هي بتيجي اساسا في البراكتيكال كتير بس ممكن تتسال فيها في الثيري فتعال نسمع الكلمتين دي. يبقى اول حاجه بتتقال في التشابتر ده generic file format ايه هي الجينيريك فايلز دوت تي اكس ده تكست فايل بيتفتح بالنوت باد ما فيهوش اي فورماتنج تمام دوت ار ده تكست فايل بس فيه فورماتنج لما بتعمل عليه دبل كليك بيفتح في الوورد ولما تعمل له سيف اس تحوله لوورد بيجي لك ورنينج بيقول لك ايه نيو فايل فورمات ومش هيبقى باكورد كومباتبل بتروح قايل اوكي وخلاص خلاص يبقى generic file formats ايه بقى موضوع generic file formats دي؟ generic file formats allow you to save file that they can be opened in any platform، يعني ايه any platform؟ ساعات برضو كل الحاجات دي جت اسئله امتحانات، افرض انت مثلا عندك ريبورت عنده على كمبيوتر ويندوز 10، فما بالوورد بتاع ويندوز 10، فبتعمل له save as او export تحوله تي اف وتاخد تي اف ده تفتحه على الويندوز Windows Mac compatible يبقى allow files that to to be opened on another platform or any other platform تمام؟ Generic file formats are those when files are saved in that format that can be used in any different in different types of applications. ساعات بقى مثلاً إيه بتعمل PDF Portable Document Format تمام؟ في الاكسس بيقول لك اكسبورت اس بي دي اف تمام المهم يعني الجينيريك دي جايه من جنرال بيتفتح بديفرنت ابلكيشن او على ديفرنت بلاتفورم دايما في امتحان البراكتيكال لازم يديك جينيريك فايل فورمات ليه عشان على حسب السيستم اللي موجود في بلدك هما بيطلعوا الجينيريك فايل فورماتس وورد وايد ممكن في بلد امريكا انا هنا في مصر بقول ما حدش يمسك ابل ما ليه انت هتمتحن على ويندوز لكن لو طالب في أمريكا اللي بيدرس جي مثلاً يعني ولا حاجة هيفتح أبل ما تمام؟ طيب تعال بقى ندرس Common Generic Text Files ما إحنا هندرس Common Generic Text Files، Common Generic Image Files، Common Generic Audio Files اللي هو بي 3 ماشي، Common Generic آ... سي اس اللي هو ويب سايت ماشي كومون جينيريك كومبريسد فايلز احنا بقى هنشوفهم واحده واحده وكلاسيفاي والحاجات دي جت عليها اسئله كتير قوي ثيري فايه فهي ثيري ثيري اساسا مع الرغم من الخلفيه بتاعتها براكتيك كومون جينيريك تكست فايلز انكلود اول حاجه دوت تي اكس أول فايل عندي اللي هو .dot txt ده text file without any format text file فاضي لما بتعمل عليه double click بيفتح في نوت باد لا في بولد ولا italic ولا underline ولا حتى two columns ولا ينفع تحط معاها picture ماشي؟ يبقى text these files have .dot txt extension this is a generic text file with no formatting and can be opened in any text editor اللي هو بيني وبينك notepad TXT takes up less memory عشان لو أقول لك advantage و disadvantage ما بين TXT والRTF ال TXT no formatting بس بياخد less memory تمام إمال بقى الRTF اللي هو rich text format these files have .e RTF file extension. ماشي؟ طيب، this is text file typed, type that saves ماشي، some of the formatting within the text. يعني ينفع تعمل معاه bold, italic و underline و two columns و معاه table و حبة شوية formatting. تمام؟ rich text format is readable. rich text format is readable by most word processing software. RTF is capable of basic formatting and paragraph formatting capable of creating bullets may include images الكلام ده مش موجود في TXT خالص تمام خلاص يبقى انا دلوقتي ذاكرت لك TXT وذاكرت لك ال RTF ولو جالك comparison ما بينهم زي ماي تمام اما بقى دوت سي ماشي ما هو انت عندك لما تيجي تشتغل داتابيز اكسس بتعمل امبورت لتكست فايل سي اس انا بعلمك ان السي اس ده حقيقته ان هو تكست فايل وكذلك لما تيجي تحل اكسل بتعمل دبل كليك على الفايل بيفتح لك في الاكسل بس لو ما عملتلوش سيف از اكسل ورك عشان يتحول لاكسل حقيقي وفضل تك... فضل سي اس في تكست فايل كل الفورمولاز اللي جواه بتتمسح تمام يبقى سي اس في كوما سيبريتد these files have CSV file extension. this file takes data in the form of table. ما أنت لما بتعمل له import في الأكسس بيتحول ل table. لما تعمل عليه double click في الإكسل ال commas دي ما هو commas separated values هي values separated by commas. تعمل عليها double click بتفتح في الإكسل وتبقى لك ك بتبقى numeric values values. separated by commas عشان دايما في الاكسس بتسيبه delimited ما هو separated تمام used with a spreadsheet or database بصراحه بقى ال CSV spreadsheet او database ساعات بتعمل عليه دبل كليك وتفتحه في السبريد شيت وتعملها تشارت يبقى ما فرقناش and saved in text format حقيقته ان هو text format separating data items with commas ما هو data separated value CSV comma separated value تمام يبقى ده كل التلاتة دول اسمهم generic text files format generic text files تمام طيب يبقى دولت generic text files طيب تعالى بقى نخش على generic image files اللي هي صور وجينيريك برضو بتتفتح على اي ايه اي ابلكيشن ما احنا عاملين عاملين تعال نشوف الصور الصور اللي هي ايه اللي هي جيف دوت جي اي اف دي بتبقى لو كواليتي والنمبر اوف كلرز ار ليميتد ل 200 ماشي ليميتد كلرز تو 256 كلرز ماشي جي اي اف يوزز ليميتد كلرز على فكره يا شباب انا مجمع كل ده مارك سكيمز يعني حاجات اجابات اسئله جت في امتحانات تمام وعامل عليها كلاسيفايد امال انا عامل كلاسيفايد بارت 2 ليه؟ تمام طيب يبقى دي هنا الجيف والجي بيج ماشي والبي دي اف لا البي دي اف ده خليه في الاخر ماشي البي ان ال جي يبقى هنا ادي هنا البي ان جي خلاص ماشي والبي دي اف برضه والأم بي 4 ده فيديو تمام؟ تعالى نذكرهم كده بالترتيب. دلوقتي يبقى common generic image files ماشي ادي common generic image files. أول حاجة جي اي اف، دي أوحش وأضعف نوع من أنواع الصور. Limited ل 256 pay. بيتعمل and بالpaint اللي هي بت بت maps ماشي طيب يبقى gif اختصار generic graphics interchange format these files have the gif file extension this format stores still or moving images والله هو في ميزة وحيدة إن ممكن تعمل بيه animated pictures gif ساعد كده أيام زمان كان على الفيسبوك تلاقي animated gif تدوس عليه تلاقيه بيتحرك مش هو مش فيديو ما فيهوش صوت this format stores still or moving images bitmap graphic format use data compression to reduce the file size بيبقى compressed برضو هنشوف دلوقتي موضوع الكمPRESSION. خلاص GIF uses limited colors limited to 156 colors بس والكلام ده في الامتحانات طيب الافضل منه شويه الجوين فوتوغرافيك اكسبر جروب اللي هو الجي بيج جي بي جي وساعات بيبقى جي بي اي جي هما الاثنين نفس الشيء خلاص طيب ذيز فايلز هاف ا دوت جي بيج اور جي بي اي جي فايل اكستنشن كل بقى الديجيتال كاميراز بتصور بتسيف الصور ك ليه بقى؟ أول حاجة بتبقى compressed فالفايل سايز بيبقى reduced تاني حاجة بقى مش ليميتد ل 256 colors زي الجيف بس ما فيهوش animated ما فيهوش animated pictures خلاص this format stores still images only يبقى ما فيهوش animated اي GIF بس اللي فيه animated not moving images خلاص it is an efficient method of storing ايمج using a smaller size بيصغر السايز جامد لانه بيعمل compression اسمها لوسي compression خلاص وبعدين بيحسن الكواليتي smaller file size widely used with web pages والله طبعا مع الويب بيج عشان الداونلود والابلود بحب الايمج سايز يبقى صغير ويبقى الكواليتي برضو عالي تمام it used for lossy compression ما في حاجه اسمها lossy compression lossy و lossless compression دي بيذاكرها طلبه الكمبيوتر ساينس بس احنا هنا بنقول يا دوبك كلمه صغيره عالي. وانا شفت عليها سؤال في 2023 اللي هي الكومبريشن دي ماشي هنذاكره دلوقتي يبقى يوز فور لوسي كومبريشن فور ديجيتال ايميجز يعني ايه اللوسي كومبريشن انت بتضغط الصوره وانت بتضغطها يعني بتقلل شويه كواليتي بتاعها تقلل الريزولوشن تقلل النمبر اوف كلرز ماشي اهو يعني في بتبقى سام داتا لوست بس عشان الصور انت بتشوفها بعينيك فيعني ممكن ال ال degradation دي ما تبقاش نوتس خلاص؟ يوز فور Increasing ترانسميشن transmission speed ما هو انت دلوقتي لما تيجي تعمل ويب سايت وتحط فيه صور حطها شف ليه؟ لانها بتستخدم lossy compression فال file size بيقل فالويب سايت دايما بيتعمل له upload وداونلود فبيبقى Faster to upload وداونلود يبقى الجي اي اللي استخدمه مع الويب سايت بيبقى سمولر فايل سايز يبقى انكريزنج ترانزميشن speed اند ريديوست داونلود تايم particularly with web pages مشهوره قوي الجي اي مع الويب بيجز جي بيج ايميجز يوز 8 بت بير كلر اور اوكي طيب ماشي يعني هي بصراحه الكواليتي بتاعتها ليميتد شويه في بقى البي ان جي بيكتشرز دي بتبقى لوسليس كومبريشن ماشي هنشوفها دلوقتي وبتستخدم بقى نمبر اوف بيتس ذات بير كولر او بير شانل بتبقى لارجر نمبر اوف كلرز فالبي ان جي اللي هو پورتابل نتورك جرافيكس بيبقى بيتر كواليتي تمام طيب يبقى احنا زي ما ذكرنا الجي بي تعال نذاكر البي ان جي بورتابل نتورك جرافيكس ذيز فايلز هاف ا بي ان جي فايل اكستنشن كتير قوي انا في مسائل بيبر 3 اللي هي بتيجي مع الويب سايت اللي هو بتبقى بسميها فوتوشوب او بيكتشر فوتو اديتنج يقول لك اعملها سيف از من جيف لبي ان جي او العكس تمام طيب ما ده احنا بنذاكرهم خلاص بي ان جي this فايل فورمات ذات compresses image يبقى الفايل فورمات ده بيعمل كومبريس للإيميج without any loss of image quality ده اسمه lossless compression it uses lossless data compression عشان كده ما يبقاش فيه any loss بس الفايل سايز مش بيصغر قوي بقى تمام طب it is used for transferring logos على الانترنت بقى اللوجوز بتتعامل ب ان PNG عشان يعني بيبقى لها Transparent Background أو يعني بتبقى إيه or images with no color gradient بتبقى ال colors فيها قليلة شوية فإنت ممكن تعملها PNG PNG may use 8 or 16 bits per color or channel ده بيبقى أكتر بقى 8 or 16 bits per color or channel. أكتر من ال, ال JPEG حاجات دي يا شباب انا منقيها من المارك كيم علشان كده محتاجه ايه تترتب الجرامر بتاعها راستر وفول كولر ديجيتال فوتو ايمجز وذ ترانسبيرنت باك جراوند عشان كده بنستخدمها في اللوجو اللي هي البي ان جي تمام طيب اخر حاجه بقى هي ما تعتبرش يعني بصراحه ايمج قوي اللي هو البي دي اف اللي هو بورتابل دوكيومنت فورم ماشي ده بيعمل ايه بياخد الورد فايل اللي جواه تكست ويثبت مكانه بقى عشان ما يتحركش ويحط معاه الصور فبيتحول التكست أكنه يعني بقى صور اكينه ماشي فعشان كده البي دي اف حطيناها مع البيكتشر فورب these files have .pdf file extension pdf makes it possible to store text and graphics in the same fixed layout on any computer screen هو برضو حكايه البي دي اف ده جينيريك في ان هو بيشتغل مع الماك او يشتغل حتى على السمارت فون الفايل بيطلع زي ما هو لكن الوورد ممكن يتغير مع المارجنز بتاعت ماشي It reduces فايل سايز ماشي Of ريد اونلي document. ما انت ما بتعرفش تعدل ما بتعرفش تعدل البي دي اف ماشي فريد اونلي دوكيمنت البي دي اف بيبقى ريد اونلي دوكيمنت فور ترانزميشن معظم الدوكيومنتس لو هي وورد على الانترنت بنعملها بي دي اف عشان الفايل بتاعها بيصغر تبقى الصور والتكست ان فيكسد بوزيشن وجينيريك يتفتح على اجهزه كتير تمام طيب بعد كده بقى موفينج اكسبرت جروب لاير 4 ده فيديو هو حاطه مع الايميجز بس ده فيديو ماشي خلاص it is a multimedia container يمكن علشان كده حطيتها مع ال images ال ممكن تحط فيه صور ممكن تحط فيه صوت ممكن تحط فيه فيديو هو اساسا فيديو بيجمع كل حاجه that are used for storing video وستيل still images برضو او audio file it is often used to transfer video files on the internet كل اليوتيوب معمل معمول mp4 تمام طيب خلاص يبقى احنا خلصنا دلوقتي الايه جينيريك image files. تعال بقى generic audio files. اكيد انت عارف بقى الام بي 3. ماشي؟ أو اذا كان الام بي 4 ده فيديو الام بي 3 ده اوديو بس. خلاص؟ وده generic. يفتح على اي اجهزه على السمارت فون على اللابتوب ماشي؟ على الانترنت في البراوزر شغال مع مع الباوربوينت برزنتيشن بصراحه generic يعني شغال مع كل حاجه. يبقى moving picture expert group layer 3 اللي هي ال mp3 these files have .mp3 a file extension it is a compressed برضو بيعمل compression ماشي used to store audio files تمام طيب حلوة بعد كده بقى common generic files ماشي used for web authoring يوز ويز ويب اوثرنج يعني ايه ويب أوثرين ليتر بقى ان شاء الله ولا يمكن تكون انت دارس اللي هو ويب سايت الويب سايت بيبقى فيه فايلين فايل دوت اتش تي ام ال ده حقيقته ان هو تكست فايل بس جواه بقى التابلز والتكست والهايبر لينكس تمام يبقى ده جينيريك فايل بيستخدم مع الويب سايتس اللي هو ويب اوثرنج طب ما انت عندك برضه دوت سي اس في اللي هو الستايل شيت سي اس في كاسكيدنج او كاسكيدد ستايل شيت يبقى في الستايلز اتش 1 و اتش 2 و اتش 3 والتابل والباك جراوند كلر وكل الحاجات دي خلاص هما الاثنين دول اساسهم ان هما تكست فايل بس دوت سي اس في بيستخدم ل تعالى نحط دي الاول ماشي اتش تي ام ال بعمل بيه الفايل بتاع الويب سايت ذات نفسه والسي اس في بيبقى فيه الستايلز اتاتش تو ذات وبنقعد بقى نشتغل فيهم براكتيكال لما نشبع يبقى اتش تي ام ال هايبر تكست مارك اب لانجويج هاف دوت اتش تي ام او اتش تي ام ال على حسب السيستم والاثنين زي بعض ذس تكست بيز ده تكست بيز لانجويج هي هي الاتش تي ام ال -HTML مش بروجرامنج لانجويج بس دي اوثرنج لانجويج بيستخدم مع سايت وتكست اساسا لو فتحتها ما انت بتفتحها بشير بوينت ديزاينر وتخش على التكست ايه تشتغل تحاول تخش على الكوت لإيه هتكسر used to create markup that a web browser will be able to display information ماشي. as a web page خلاص يبقى ده اللي هو ال HTML الكسكيدينج ستايلشيت اللي هو CSS they have .css file extension this is a style sheet هتشبع انت او اواردي شبعت style sheet مع ال web author that is attached بعمل له attach external style sheet one or more web pages written in HTML، ال web pages الأصلية اللي هي دي هتبقى written in HTML to define the page colors scheme font and so on. Later هقول لك ده اللي هو الpresentation يبقى CSS والHTML HTML generic file formats بس إيه؟ بيستخدموا مع ال websites بس. خلاص؟ بعد كده بقى generic compressed file ما احنا عرفنا ان في حاجه اسمها فايل كومبريشن الصور ممكن نعمل لها لصي فايل كومبريشن نقلل في الكواليتي اللي فيها وهي هتتشاف اكنها سيميل لكن لو انت عندك ديتا فايل وعايز تعمل له كومبريس هديك مثال هديك ممكن الفايل ده رايت كليك واهو كومبريس از زيب فايل اهو بقى كومبريس ماشي اهو ماشي كده بقى كومبريس بعمل له كومبريس ليه؟ الفايل سايز بيصغر وبيبقى تريتد توجذر از وان فايل عشان تعمل له ايزي اتاتش لايميل. دايما هو مع الايميل يقول لك الكومبريشن ويرديوس الترانزميشن تايم والستوريج والايميل بيبقى عنده ليميتد اتاتشمنت تمام؟ طيب ده بقى عشان هو جواه داتا، الداتا ده ممكن يبقى اكسل، ممكن يبقى وورد، ممكن يبقى تكست، ماشي؟ ده معمول له لوس ليس كومبريشن، لما بتعمل له دي كومبريس بيرجع زي الاوريجينال خلاص ده دوت زد زد اي بي زب فايل ماشي ده جينيريك كومبريسد فايل فورم اهو دوت زب ده اشهر حاجه خلاص وفي كمان دوت رار ماشي ساعات بيبقى في برنامج ماشي اوريهولك كده ادي ممكن اعمل هنا ده كده رايت كليك مور اوبشنز وسند تو اركايف اللي هو بقى هيبقى ايه دوت رار ماشي اهو الاثنين بقى ديك عرفتهم وخلاص هما الاثنين جينيريك وبيستخدموا كتير خلاص يبقى zip these files have dot z file extension can hold almost any file type in a compressed format ماشي برضو اللي قبلها اللي زيها اللي هي rar ماشي hold almost any file type dot compressed format ايه الفرق ما بينهم؟ ساعة دوت زد ده بيبقى جاي مع الويندوز دوت رار بيبقى ليه لي، لي ابلكيشن خلاص؟ طيب بص بقى يا شباب تعالى بقى نشوف الاسئله دي جت ازاي؟ ده انا حتى السؤال ده هاخده من هنا واحطه مع الجينيريك ماشي اخو ولا نرجعها في مكانها تاني اهو دلوقتي دوت جي بيك دوت بي ان جي دوت جي اي اف والحاجات دي بتيجي في بيبر 1 كتيره جدا وعندنا اسئله قد كده ذس تايب ستورز ستيل اور موفينج ايمجز هحط صح على جي اي اف ما احنا لسه شارحينها This فايل تايب uses لوسي كومبريشن هو الجي بيك اللي بيستخدم لوسي كومبريشن طب جي اي اف مش كده يعني يعني انا ممكن انا بحدث بحدث يبقى دلوقتي الجي اي اف ماشي هلغيها من هنا ما هو واضح ان هو does not use file compression ما انا بقى بظبط رايي حسب الايه الباس بيبرز والمارك سكيم يبقى جي اي اف اكنه does not a use compression ماشي ستيل اور ماشي يبقى ده خلي جي اي اف This file uses lossy compression ال JPEG بس وال GIF ما بيستخدمش compression. This file type is used for storing photographs on a digital camera. ال digital camera شغاله بال JPEG. ال GIF دي خالص. This file type is limited to 156 colors دي ال GIF. تمام؟ اخر حاجه بقى كلمتين ادي هنا كمان اهو اللي هو send to compressed zip the file. ماشي reduce file size for storage or transmission why reduce file size reduce file size الهو بقى compression سواء lossy ولا lossless when sending files as email attached طبعا لو كان data file لازم تعمله lossless compression لو صور ممكن تعمل لها lossy لان انت بتشوفها بعينيك وعين الانسان مش perfect ماشي the larger the file size the more time it takes فلا the smaller the file size the less time it takes تمام؟ Use file compression. If you need to send multimedia file, the most efficient is to compress these files together as a single zip file. Click right click mouse button to get the menu. يبقى هتعمل right mouse click عشان تجيب الايه؟ المنو، زي ما وريتهالك شويه. Move the cursor down to send it to and, and, and a second menu appear. Click the left mouse and compressed zip code. تمام بس كده خلص التشابتر في بقى كلام اخر بقى ازاي اعمل بقى لوسي كومبريشن للصور بالكروب والفوتوشوب والكلام من ده بس مش موجود دلوقتي شكرا جزيلا لحسن الاستماع